في مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري المعروفة بصناعتها التقليدية، يشعر النحاسون بقلق إزاء مستقبل مهنتهم مع فرار كثيرين منهم بحثا عن أعمال أخرى تحتاج إلى مجهود أقل وتأتي بعائد أوفر. أجير شوية نقصة ماشي عادوا يتربوا بيسك على سيم ساعة الأجير سيم ساعة يجي يخدم ساعة قاعد كل حاجة يقولك أنا ما نكسرش دماغي معاه نروح نخدم في الشركة ولا نخدم في بلاصة أخرى فهمت سما شغل شغل بيقولوا الدروتيقة يقولك هذه الصناعة دي ما فيهاش مستقبل وعلاه تلقى دروك الأغلبية تلقى الكبار هما اللي قاعدين يخدموا الصغار تلقى إلا القليل. كان شارع النحاسين يعج بالصانعين والمتسوقين فيما مضى، لكن الكثير من المتاجر والورش أغلقت أبوابها هذه الأيام مع تناقص أرباح تلك المهنة وتطلع الجيل الجديد إلى أعمال أخرى أفضل دخلا. ما عندهاش يعني درجة قلتها ما عندهاش رواج كما نقولوا احنا في المستوى الوطني ولا المستوى الخارجي، تما شغل نخدموا حاجة لهنا تموت لهنا بعد كش ما يجيو شوية برك سياح شوية كعبات برك يديو حوايج هكا، بصح ما عندهاش يعني رواج كبير باش كما نقولوا عندها مستقبل لهنا ناقص شوية ما عندهاش. مام لي جان صغار عادوا ما كانش لي يخدموها فما بقاوش بقاو غير اللي تعلموها بكري بقاو هكا كيخدموها ونص الغاشي يهرب منها باسكو ما فيهاش يعني صوارد كبار ولا حاجه باش واحد يبني المستقبل تاعو ما دير والو. ورغم ارتباط هذه الحرفه بتاريخ وتراث واصاله المنطقه وتوارثها الابناء جيلا بعد جيل، إلا أنها باتت اليوم تصارع من أجل البقاء، فمعاناة صناعية النحاس تتفاقم مع تراجع السياحة وإغراق السوق المحلية بسلع النحاسية مستوردة من الصين وأرخص سعر. راحت الخدمة بركة علاش بركة ولا على بالك ولاد ما يتعلموهاش ما يحبوش واعرة ما فيهاش دراهم سما على هذه سما اللي النحاس غالي. غلاء الأسعار والمدة التي تستغرقها عملية تهيئة بعض المنتجات والتي تصل في بعض الحالات لأكثر من أسبوع عوامل دفعت بالجزائريين إلى الإقبال على المنتجات الآسيوية رغم نوعيتها الرديئة. كان عندي 12 عام لهنا في المحل هذا بعد 12 عام لهنا بكل راه ما راحوا كانوا ولن علاش راحوا العمال هادو بيسك ما يخلصوش تسمى كيما نقولوا هو يتعب هكا وخدم سينيه ويديرها وكل شيء من هكذا بصح الشيء اللي يتقاضى في السينيه هذه وكذا قليل عليه معاك هو قليل عليه السوق تاعنا اللي قاعد يقول لك انا مثلا نشري انا نحاس مثلا من 98 في الله 100 الف والله حاجه كي ندير حسابي انا نشري السينيه ب 98 في الكيلو والله حاجه ونزيد نخدمها نعطيها للصانع قداش هو يخدمها قداش توصل قداش توصل للمواطن قداش توصل للمستهلك قداش يستهلك هذا هو الشيء اللي خلى نماذج بنا كون تعاوننا الدوله وتعاود ترجع لنا كما بكري وتجيب لنا مواليه رخيصه ويعاود يطيح النحاس هذه هي. في كل محل لصناعة النحاس يوجد عدة عمال يتصدى كل واحد منهم لعمل محدد من تهيئة النحاس إلى تذويبه ثم تشكيله وبعد ذلك تجهيزه في قوالب محددة. يتحدث صناعية النحاس وهو المصطلح الذي يطلق على ممتهني هذه الحرفة عن تجاهل الحكومة لهم، فهم لا يتحصلون على أي دعم حكومي، كما أنهم محرومون من امتيازات ضريبية تمنح لقطاعات أخرى. وعلى الرغم من كل ذلك يشعر النحاسون في قسنطينة بحاجتهم لتدخل أكثر من جانب الدولة لكي تستعيد صناعتهم التقليدية بريقها الذي يختفي رويدا رويدا.